السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 6 على الحدود والمقادير الجبرية، وده الدرس الأول في الوحدة الثانية جبر لطلاب الصف الأول الإعدادي. سبق وحلينا أول 5 دروس في الجبر بالكامل، وحلينا التمارين الهامة اللي هي في كراسة المعاصر صفحة 25 اللي هي في الاختبارات التراكمية، حلينا الأسئلة الهامة اللي بتتكرر في المحافظات، وحلينا 3 دروس هندسة اللي هو العلاقات ما بين الزوايا الجزء الأول والثاني، وحلينا تطابق أول حالة فيه اللي هي تطابق المضلعات. كل الدروس دي محلولة هتلاقيها في قائمة تشغيل الصف الأول الإعدادي. حل التمارين هتلاقي، خش كده على قائمة التشغيل، انزل تحت كده خالص هتلاقي الصف الأول الإعدادي، هتلاقي حل التمارين بترتيب الدروس، يعني مترتبين ورا بعض. فجاي الدور النهاردة بإذن الله هنحل بقى على الوحدة التانية جبر، وهي الحدود والمقادير الجبرية. وحدة في غاية الأهمية، وحدة هتأسسك لتانية إعدادي، حتى الترم التاني هتأسسك ليه، وهتأسسك لتانية إعدادي وتالتة إعدادي، فلازم بقى هنتعلم بالطريقة الصح. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بإذن الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. اول درس هو بيعرفك بس يعني ايه حد ويعني ايه مقدار. خلاص الدرس ده سهل جدا جدا، ركز بقى معايا، الخصهولك كده في دقيقتين بالظبط وهنحل التمارين على طول. الوقت يا باشمهندس، انا لو قلت لك الف باء ده حد، خلاص حلو. لو قلت لك الف باء ولقيت علامه موجب او سالب، اول ما تلاقي علامه موجب وسالب يبقى ده اسمه مقدار. يبقى يا باشمهندس الحد هو الحد لوحده كده من غير علامة موجب أو سالب. طب ما واحد شاطر يقول لي بقى يبقى المقدار بيتكون من مجموعة من الحدود، صح يا باشمهندس؟ يعني أقدر أقول إن ألف باء حد، سيبك من العلامة بتاع الموجب يبقى جيم حد، سيبك من السالب يبقى ألف حد، يبقى المقدار ده اسمه مقدار مكون من 3 حدود أو مقدار ثلاثي. تاني نقطة مهمة وهي درجة الحد والمعامل، يعني إيه؟ خلي بالك لو قلت لك 2 سين صاد، اول حاجه المعامل هو الرقم، شايف الرقم ده هو المعامل، يبقى 2. الدرجه يا باشمهندس هي اكبر درجه حد فيه. طب بالنسبه للحدود، والله يا باشمهندس دي السين دي كان عليها 1 والصاد دي كان عليها 1، طالما الاثنين لازقين في بعض يعني مضروبين في بعض ما فيش منهم موجب او سالب، بجمع الاسس يبقى 1 زائد 1 يبقى 2، يبقى معامل الحد ده 2 والدرجة بتاعته 2. طب لو انا قلت لك 3 س ص زائد س تربيع ص، هتقول لي يا باشمهندس هنا ده مقدار، ليه؟ لان في علامة موجب او سالب. لو قلت لي اكبر حد فيه هو مين اللي هو درجته، لازم اشوف الحد ده درجته ايه، مش السين دي كأن على 1 والصاد دي كأن على 1، يبقى الحد الاول ده درجته التانية. طب هنا ده السين عليها 2 والصاد عليها 1، يبقى 2 و1 3، يبقى يا باشمهندس درجة الحد ده 2 ودرجة الحد ده 3، يبقى درجة المقدار كله هي 3 لأن بناخد درجة أكبر حد. خلاص هي دي فكرة الدرس بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالى بقى نحل بالتمارين بتاعتنا وهتشوف الأفكار اللي أنا قلت لك عليها. بيقول لي الحد الجبري، كاتب لي الحد بفوق في الخط اللي فوق وبيقول لي المعامل والدرجة، حلو أوي. يلا بينا، هنا سالب 7 طالما في رقم بتنزله زي ما هو المعامل، هنا الرقم 2، طب هنا الرقم 3 اهو، بسهولة جدا. هنا الرقم 7، هنا الرقم سالب 8، هنا الرقم مفيش. واحد هيقول لي مفيش، لأ مش السين دي كأنه قدامها 1، قلناها كتير، يبقى الرقم اللي هنا مين؟ 1. حلو، بيقول لي درجة الحد الجبري، طول مفيش رموز مفيش رموز يبقى الدرجة من الصفر، درجة صفرية. طب هنا في رمز الألف كأن عليه 1، فعشان كده قال لك 1 زائد 2 بيساوي كام؟ 3. طب هنا يا باشمهندس مفيش رموز، طالما مفيش رموز يبقى من الدرجة الصفرية أو الصفر. طب هنا يا باشمهندس هحط على الألف 1، أول ما ألاقي رمزة كده مش عليه أس أحط 1 على طول، حط 1، يبقى 1 زائد 3 زائد 1، يبقى كام؟ 1 و3 4 و1 كمان يبقى 5، يبقى ده من الدرجة كام؟ من الدرجة الخامسة. طب اللي بعدها أول ما ألاقي رمز مش عليه أحط له 1، يبقى 2 زائد 1 2 زائد 1، يبقى ده من الدرجة كام؟ الدرجة 3. الموضوع سهل اهو، لعب عيال صح؟ أول ما الاقي رمز مش عليه أس أحط له 1، 1 زائد 2 يبقى كام؟ يبقى 3، يبقى يا باشمهندس ده من الدرجة الخامسة، ده من الدرجة الثالثة، ده من الدرجة الثالثة.
طيب ده بالنسبة للحد المعامل والدرجة. هينتقل لك بعد كده للمقدار، مفيش اي مشكلة برضه، هيقول لك انا عايز عدد الحدود واسمه ودرجته. طب اي موضوع بسيط سهل خالص، عدد الحدود هعد الحدود ما بين الموجب والسالب. طب هنا ده مفيش ولا شرط ولا موجب ولا سالب، يبقى واحد بس. طب هنا في اشارة واحدة يبقوا اتنين، ده انا اعلمك طريقة اسهل كمان. طب هنا في كم اشارة؟ واحد واتنين، في واحدة سالب واحدة موجب، يبقى تلاتة من غير ما تعد يا باشمهندس. زود على عدد الاشارات واحد، هنا كم اشارة؟ واحد اتنين يبقوا تلاتة. هنا كم اشارة؟ واحدة يبقوا اتنين. هنا كم اشارة؟ واحد اتنين تلاتة يبقوا اربعة. طريقة سهلة خالص خالص، يبقى انت بتشوف الاشارات اللي عندك كم واحدة وبتزود عليهم واحد، يعني هنا اشارة واحدة يبقوا اتنين، هنا اشارتين يبقوا تلاتة، هنا اشارتين يبقوا تلاتة، هنا اشارة يبقوا اتنين، هنا تلات اشارات يبقوا اربعة. واحد تاني يا باشمهندس بيقول انا مش معلش مش بحب الطريقة دي انا هعدهم، براحتك. هنا ادي حد ادي اتنين، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، بعد الحدود واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة، عديت الحدود خلاص. ده اسمه مقدار ثلاثي عشان هو فيه كام حد؟ تلاتة. ده برضو مقدار ايه؟ ثلاثي عشان فيه تلاتة. طب اللي فيه اتنين يا اما مقدار ثنائي يا اما زي ما الكتاب بيقول مقدار ذو حدين. طب ده اربعة يبقى مقدار رباعي. موضوع سهل جدا، اول ما تجيب عدد الحدود بتحط له على طول، بيقول لي درجته يبقى درجة اكبر اس فيه. يلا هنحط بقى يا باشمهندس بعد اذنك كل اس فيه. هنا السين اسها كام؟ تلاتة. طب هنا السين مش عليها يعني واحد، خلي بالك ده حد وده حد. الحد الاول درجته تلاتة والحد التاني درجته واحد، مين الكبير؟ التلاتة، يبقى ده من الدرجة التالتة. خلاص اللي بعدها، الباء دي مش عليها حاجة احط لها واحد، الالف مش عليها حاجة احط له واحد. يلا هنا 2 زائد 1 هتديني 3، هنا 1 زائد 2 هتديني 3 برضه، ما ده حد وده حد وده حد. هنا 2 و2 4، طب اكبر واحدة فين؟ اكيد الاربعة، يبقى ده من الدرجة الرابعة. اللي بعدها هنا 2 و3 يبقوا مجموعهم 5، طب السين مش عليها احط لها واحد، 1 و4 5، طب ما دي 5 ودي 5 ما يفرقش معايا، يبقى هو من الدرجة الخامسة. اللي بعدها الباء مش عليها احط لها واحد، الالف مش عليها احط له واحد. يلا 2 و1 3، واحد وتلاتة أربعة، تلاتة واتنين خمسة، دي أربعة. أكبر رقم فيهم مين؟ التلاتة ولا أربعة ولا الخمسة؟ أكيد الخمسة، يبقى ده من الدرجة الخمسة. خلاص يا باشمهندس الموضوع زي ما أنت شايف سهل وبسيط جدا جدا. تعال نخش على السؤال اللي بعده، رقم اتنين، سؤال أكمل بسيط جدا، بيقول لي درجة الحد الجبري. طب تعالى كده بعد إذنك نكتبه، تلاتة س تربيع ص، عند رمز مش عليه حاجة حط له واحد. انت عايز الدرجة؟ ايوة. هجمع الاسس يبقى اتنين وواحد هيديني تلاتة يا باشمهندس، يبقى هو من الدرجة الثالثة، او تكتب له تلاتة، اي واحدة من الاتنين هتمشي صح. معامله يبقى الرقم اللي قدامه والرقم اللي هو ايه؟ تلاتة. بس كده يا باشمهندس، ايوة هو ده الدرس بتاعك. خلي بالك بيقول لي الحد الجبري س اس تلاتة ص عين تربيع على الاتنين، معامله هو ايه؟ خلي بالك قلنا احنا بنطلع الارقام، مش السين دي قلنا طالما مش قدامها حاجه يعني قلنا قدامها واحد، ما تيجي نطلع الارقام كده مع بعض اهي. يبقى واحد، شد شرطه الكسر، يبقى اتنين س تكعيب ص عين تربيع. يبقى انت عملت ايه يا باشمهندس؟ انا كل اللي عملته نقلت الارقام بره، ما هي دي هي دي. يبقى معامله بيساوي ايه يا باشمهندس؟ يبقى معامله هو النص. طب درجته تعالى نشوف، الصاد مش عليها حاجة يبقى اعتبر ان عليها واحد، تلاتة وواحد اربعة، اربعة واتنين ستة، يبقى هو من الدرجة ايه يا باشمهندس؟ هتكتب له الدرجة السادسة او تعمل له رقم ستة. السؤال اللي بعده بيقول لي الحد الجبري س معامله، ما قلنا طالما مش قدامه حاجة يعني كأنه قدامه واحد، يبقى معامله اللي هو ايه؟ واحد. طب درجته س مش عليها حاجة يبقى كأن فوقها واحد، يبقى برضه هو من الدرجة ايه؟ من الدرجة الأولى، أو تكتب له رقم واحد. درجة الحد المطلق في أي مقدار جبري، يعني مثلا لو قلت لك درجة التلاتة كام؟ ما هي التلاتة دي يا باشمهندس مفيش جنبها رمز، يبقى أكيد درجتها صفر زي ما احنا قلنا في أول سؤال خالص. طب لو سالب أربعة برضه درجتها صفر، يبقى أي رقم مش جنبيه رمز يبقى درجته هي إيه؟ بتساوي صفر. خلاص يا باشمهندس السؤال اللي بعده بيقول لي الحد الجبري سالب 2 أس 3 معامله هو إيه ودرجته هو إيه؟ برضه سؤال سهل جدا، انت بتقول لي سالب 2 اس 3، طب ما تيجي كده معلش نشوف السالب 2 اس 3 بكام. هنجيب الآلة الحاسبة نعمل سالب 2 وبعدين علامة الاس ونكتب 3، طلعت بسالب 8.
خلي بالك ده رقم مفيش جنبيه رموز يبقى درجته صفر على طول. طب المعامل مش هو ده رقم؟ خد لي ده المعامل، يبقى المعامل ايه؟ سالب 8. خلاص يا باشمهندس، يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده من الاسئله بكل سهوله. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي درجه المقدار، طالما قال لي مقدار يبقى في كذا حد، يبقى ده الحد الاول وده الحد الثاني. طب درجه الحد ده 2، يبقى دي 2، وده رقم مش جنبيه رمز يبقى درجته صفر. الاكبر الاثنين ولا الصفر الاثنين؟ يبقى هي الدرجه الثانيه، او اكتب له رقم 2. عدد حدود المقدار الجبري، بعد الاشارات دي سالب وموجب يبقى اشارتين، يبقى عدده 3. احنا قلنا بنعد الاشارات ونزود واحد، ودرجته هي ايه يا باشمهندس؟ هنحط معلش دي واحد ودي واحد طالما مش عليها، دي درجته 2، حط تحتها 2. واحد واحد يبقى 2 برضو، الحد التالت برضو 2. طب ما كلهم 2، يبقى هي من الدرجه الثانيه، او اكتب له رقم 2. خلاص يا باشمهندس، موضوع سهل وبسيط. يلا، درجة الحد الجبري سين أس 4 ص، طب ما الص دي حط لي عليها واحد كده معلش أهي، يبقى 1 و4 طالما مضروبين في بعض يبقى ده من الدرجة الخامسة. بيقول لي تساوي درجة الحد الجبري، عايزين حد هنا درجته الخامسة. 2 و2 4، يبقى دي غلط. 2 و3 5، يبقى هي دي الصح، يبقى الإجابة بتاعتي ب. طب تعالى نجرب الباقي، 4 و2 6، 4 و2 6، يبقى أكيد هي الإجابة ب. درجة المقدار الجبري تساوي درجة المقدار الجبري، طب تعالى نشوف ده درجته ايه. دي 3، يبقى ده أول حد مقداره ايه؟ 3. طب دي السين دي 1 والصاد 1 عشان مش عليها، 1 و1 يبقوا 2، ودي 2، يبقى أكبر واحدة فيهم كام؟ 3، يبقى ده من الدرجة الثالثة. يبقى احنا عايزين مقدار جبري من دول درجته الثالثة. طب تعالى كده نشوف أول حد هنا مين؟ 2. طب الألف دي كأن عليها 1 والباء عليها 1، يبقى برضه 2، يبقى المقدار ده من الدرجة الثانية، يبقى ما ينفعش، يبقى الإجابة دي غلط. ده 2 ودي 2، يبقى مجموعهم 4. ما تكملش ليه يا باشمهندس؟ لان اكبر حاجه 4 فمش نافعه، احنا عندنا هنا اكبر حاجه 3، فحتى لو طلع اقل منه هو كده كده هيبقى درجته كام؟ 4. طب اللي بعدها س ده كان عليها 1، يبقى دي 1، دي 2 ودي عليها 1، 2 1 3 ودي 2. ده اكبر حاجه فيه 3، يبقى هو اكيد بيساوي ده، يبقى الاجابه ج. طب ده ما ينفعش، تعالى نشوف دي 3 ماشي. طب دي 2 و1 3 برضه حلو. ده دي 4، يبقى اكبر حاجه 4، يبقى دي برضه ما تنفعش، يبقى فعلا الاجابه هي ايه؟ ج. الحد الجبري بقى اس 3 هو عباره عن ايه؟ ما قلنا الاس ده عدد مرات الضرب، يبقى هو كانه ب في ب في ب، يعني ضربت ب في نفسها 3 مرات، اللي هي الاجابه ايه يا باشمهندس؟ اللي هي الاجابه ج. الحد الجبري الذي يعبر عن طول ا ب في الشكل المقابل. طب تعالى كده نشوف ا ب متقسم لايه؟ ده متقسم لس ومعاها س كمان يعني زائد، ومعاها س كمان يعني زائد. قلنا وانا بجمع الحدود دي بنقل الرمز مره واحده اللي هو السين، وبجمع الارقام دي 1 ودي 1 ودي 1، 1 و1 و1 يبقى 3، يبقى اللي بيعبر عنه 3 س، اللي هي الاجابه ايه؟ الاجابه ب. خلاص يا باشمهندس، تعالى نشوف اللي بعده. الحد الجبري الذي يعبر عن مساحه الشكل المقابل، خلي بالك وعامل لك الزوايا كلها قايمه، يبقى الشكل ده مستطيل. بيقول لك ان طوله او عرضه س والعرض ص، ما يفرقش معايا الطول من العرض، انا عارف ان هو بيقول لي مساحه. طب ما انا عارف ان مساحه المستطيل الطول في العرض، طب الطول هنا اللي هو س مضروب في العرض اللي هو ص، س في ص اسهل حاجه الضرب يبقى س ص، يبقى الاجابه اللي هي ايه؟ الاجابه ج. خلاص. الحد الجبري الذي يعبر عن مساحه الشكل المقابل، خلي بالك الشكل اللي هو رسمه لي ده مثلث، طيب ما مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى هتساوي نص طول القاعدة اللي هي ايه؟ مش دي القاعدة اللي هي راسم عليها المثلث، يبقى كاف في الارتفاع. لازم ادور على حاجة عمودي، ما ده عمودي يبقى الارتفاع اللي هو لام، يبقى نص كاف لا، يبقى انا واحده بدي يا باشمهندس نص كاف لام، اللي هي الاجابه ايه؟ الاجابه ب. اي مما ياتي يمثل التعبير عن 3 س زائد 2 س. خلي بالك اول شكل ده هو خط اهو، دي س ودي 5، يبقى ده عباره عن س زائد 5، ما احنا قلنا في الخطوط بنجمع. طب ده يا باشمهندس عباره عن شكل صح؟ طب تعالى كده الشكل ده مقسوم لايه؟ الشكل الاولاني ده مستطيل مساحته الطول في العرض، يبقى 5 في س ب 5 س حلو. طب ما دي س يبقى دي س، يبقى الشكل ده ماله؟ مربع، يبقى مساحته ايه يا باشمهندس؟
س في س طول الضلع في نفسه يبقى س تربيع. يبقى الشكل ده 5 س زائد س تربيع، هل هو ده بيعبر عن ده؟ لا برضه. طب اللي بعده دي 3 ودي س، يبقى دي اكيد برضه س. طب ما الشكل ده ماله؟ مستطيل. يبقى 3 في س ب 3 س. والشكل ده ماله يا باشمهندس؟ الشكل ده مربع صح، طول الضلع في نفسه، يبقى س في س ب س تربيع، برضه ما بتعبرش عن دي، يبقى هي الاكيد الاجابه ده. بس تعالى نتاكد، الشكل ده ماله؟ مستطيل. 3 في س، لان س هنا يبقى هي اكيد س هنا، 3 في س ب 3 س، زائد الشكل ده ماله؟ برضه مستطيل. 2 في س يبقى 2 س، يبقى 3 س زائد 2 س بتعبر عنها الاجابه ايه يا باشمهندس؟ بتعبر عنها الاجابه د. خلاص تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول لي رتب المقدار الجبري 7 ا ب زائد 5 ا اس 5 ب اس 3 ناقص 3 ا تربيع ب اس 5 حسب اسس ا التنازليه. خلي بالك هو بيقول لك ركز لي على ا لانه هو حدد لي اهو. فانا كل اللي هعمله يا باشمهندس بكتب المقدار كده زي ما انا بكتبه، وبطلع الالف اللي هنا، هنا دي الف وهنا الالف اس 5 وهنا الالف اس 2. بيقول لي رتب لي بقى حسب التنازل، يعني من الكبير للصغير. طالما فين اكبر كبير يبقى الالف اس 5، يبقى انا هاخد ايه يا باشمهندس؟ هاخد المقدار ده، يبقى اول مقدار 5 الف اس 5 ب اس 3. طيب فين الالف اللي بعدها الكبيره دي؟ يبقى انا هاخد المقدار ده، يبقى ناقص 3 الف اس 2 ب اس 5. فين الالف الاخيره اللي هي دي؟ يبقى زائد 7 الف ب. يبقى انا كده رتبت له حسب قوة الف التنازليه. بعد كده بيقول لي رتب المقدار الجبري اللي هو 5 س زائد س ناقص 7 زائد س اس 3 حسب قوة س التنازليه. طب تعالى كده نشوف س دي مكان مش عليها حاجه، يبقى 1 ودي عليها 2 يبقى من الدرجه الثانيه، ده حد ما فيش جنبيه س يبقى من الدرجه 0، ده 3. بيقول لي حسب التنازليه، طب اصغر واحده مين؟ اللي هي الصفر. يبقى اكتب سالب 7 الاول، بعد كده الواحد يبقى اقول له زائد 5 س، بعد كده الاثنين هقول له زائد س تربيع، بعد كده الثلاثه يبقى زائد س تكعيب. يبقى سالب 7 زائد 5 س زائد س تربيع زائد س تكعيب، ويبقى انت كده يا باشمهندس حليت المساله بتاعتك. خلاص تعالى نخش بقى على سؤال التطبيقات الهندسيه، سؤال سهل جدا جدا. رسم لي شكل كده عباره عن مستطيل اهو، وقام واخد لي كده حته منه شبه المثلث، ما هي مثلث. بيقول لي ان الطول ده اسمه ص والطول ده اسمه س، حلو. وبيقول لي ان عرض المثلث ده 2 والارتفاع ده 1، حلو. بيقول لي اوجد المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحه المنطقه المظلله اللي هي دي. طب ما تيجي كده نجيب اول حاجه نقول مساحه المستطيل اللي هو الكبير. خلي بالك المستطيل الكبير عباره عن الطول في العرض، الطول بتاعه اللي هو س في العرض اللي هو ص، انا بتكلم على الكبير، س في ص يبقى هي س ص. طب ما تيجي بعد اذنك نجيب مساحه المثلث، نص في طول القاعده في الارتفاع، حلو جدا. يبقى نص في القاعده اللي هي ايه؟ الاثنين في الارتفاع، قلنا لازم يبقى عمودي، ما هو عامل لك علامه العمود اهو، يبقى الارتفاع اللي هي الحته دي بس يبقى في واحد. طب ما الاثنين هتروح مع الاثنين، هيفضل واحد في واحد بيساوي واحد. يبقى انا كده جبت مساحه المستطيل الكبير ومساحه المثلث. طب ما الحته المظلله دي عباره عن مساحه المستطيل الكبير اللي هو س ص، هشيل منها مساحه المثلث، معنى هشيل منها يبقى ناقص، ومساحه المثلث واحد، يبقى هو ده المقدار الجبري اللي بيعبر عن مساحه الشكل اللي قدامك ده. خلاص عرفنا بنتعامل مع المسائل دي ازاي، تعال نشوف اللي بعدها. اعطيله مثلث واعطيلي جواه دايره كده، خلاص حلو. بيقول لي والله ان ارتفاع المثلث ده عين والعرض ده نون، ماشي، والدايره دي نق، ده نصف القطر. بيقول لي اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحه المنطقه المظلله اهو. خلي بالك مساحة المنطقة المظللة دي عبارة عن المثلث ناقص الدايرة. طب ما احنا عرفنا ان مساحة المثلث نص في طول القاعدة في الارتفاع، حلو، نص في طول القاعدة اللي هي عندي ايه؟ اللي هي نون، في الارتفاع اللي هو ايه؟ عين اهو، قالهولي، يبقى نص نون عين. يبقى انا كده جبت مساحة ايه؟ المثلث ناقص مساحة الدايرة، يبقى مساحة الدايرة بيساوي باي نق تربيع، عشان الناس اللي بتنساها، باي نقل تربيع.
طيب الباي سيبها زي ما هي. طب هو عاطيني نصف القطر؟ لا مش عاطيني رقم، يبقى سيب برضو النقطة تربيع زي ما هي. يبقى الحد الجبري اللي بيعبر عنه هي مساحة المثلث اللي هي نص نون عين، هشيل منها مساحة الدايرة اللي هي باي نقي تربيع. يبقى هو ده الحد الجبري اللي بيعبر عنه. بيقول لي ثم اذكر درجته. تمام، دي مش عليها حاجة يبقى واحد، ودي مش عليها حاجة يبقى واحد، يبقى دي من الدرجة التانية، ونقي هنا برضو من الدرجة التانية. خلي بالك من حاجة مهمة، باي ده اللي هو 3.14، فده رقم، فأنت ما تجيليش تقول لي إن الباي ده رمز وتحط واحد يبقى واحد واتنين تلاتة، لا غلط، الباي ده رقم فما ينفعش، كأنك بقول لك ناقص 3.14 في نقي تربيع. خلاص يا باشمهندس اتفقنا؟ يبقى ده من الدرجة التانية ودي من الدرجة التانية، يبقى درجة الحد كله من الدرجة إيه؟ من الدرجة الثانية. خلاص يا باشمهندس؟ بكده خلصنا الجزء ده، تعال نخش على تمارين المتفوقين. المتفوقين في الدرس ده مش متفوقين ولا حاجة، وسهلة جدا جدا. بيقول لي إذا كان الحد 4 أس ص ك ناقص 1، بيقول لي إن هو من الدرجة الخامسة. تمام، فإن ك بكام؟ طالما هو قال لي من الدرجة الخامسة، طب ما الس دي مش عليها حاجة يبقى 1. طب أنت علمتنا يا باشمهندس إن بجمع دول، طب اجمعهم يبقى 1 زائد ك ناقص 1 لازم يساوي 5 لأن هو قال لي من الدرجة الخامسة. طب ما هو عدد ومعكوس يا باشمهندس هيروحوا مع بعض، يبقى هيفضل لي الكاف بتساوي كام؟ الكاف بتساوي 5، فلازم الكاف هنا تساوي كام؟ 5. بس كده، بس كده. بيقول لي اذا كان الحدان الجبريان، هكتبهم لك 2 ا اس 3 ب اس م زائد 1 3 ا اس ن م اس 6. بيقول لي الاثنين دول من الدرجه التاسعه، فان ن بكام وم بكام؟ طب ما فيش اي مشكله، مش انت بتقول لي من الدرجه التاسعه؟ ايوه يا باشمهندس انت عودتني اجمع دول، ايوه، يبقى 3 زائد م زائد 1 لازم يساوي 9، 3 و1 يبقى 4 زائد م لازم بيساوي 9. طب ما انت علمتنا هودي الاربعه الناحيه الثانيه، يبقى سالب 4 يبقى م بتساوي 9 ناقص 4 يبقى م بتساوي 5، او زي ما انت قلت لي 4 زائد كام بيساوي 9 يبقى 5، يبقى م جبناها بكام؟ ب 5. طيب ن، طب ما انا عارف برضو ان الاسس هنا لازم المجموعه تديلي 9، يبقى ن زائد 6 لازم تساوي 9، كام زائد 6 بيساوي 9؟ يبقى اكيد ال ن بكام؟ ب 3، يبقى انا كده جبت ال ن ب 3 والم بكام؟ والم ب 5. خلاص يا باشمهندس سهله جدا وبسيطه اهي. السؤال رقم 3 بيقول لي اذا كانت درجه الحد الجبري ص اس 2 م، خلي بالك الاثنين مضروبه في الميم، هي درجه الحد الجبري 5 س تربيع ص اس 4. طب ما تيجي كده يا باشمهندس نشوف درجة الحد الجبري ده كام؟ دي 2 ودي 4، يبقى 2 زائد 4 بيساوي 6، وادي يساوي لأن هي نفس الدرجة. طب ما ده درجته كام؟ خلي بالك دي 2 ميم على بعض، يبقى ال 2 ميم لازم تساوي 6 لأن هو قال لي درجة ده بتساوي درجة ده، يبقى 2 في كام ب 6؟ يبقى ميم بتساوي كام؟ 3، وزي ما قلنا هنقسم على ال 2 هنا وهنا، ال 2 راحت مع ال 2 يفضل لي ميم، 6 على ال 2 بتساوي 3، يبقى لازم إن ميم تساوي كام يا باشمهندس؟ لازم ميم تساوي 3. السؤال رقم 4 بيقول لي إذا كان المقدار الجبري، هكتبه لك أهو، س أس 4 زائد 3 س أس ن زائد 1 ناقص 2 س تربيع زائد 5 مرتبا حسب أسس س التنازلية، يبقى بينقص دي 4 ودي 2، يبقى لازم اللي بعدها 3، يبقى ن زائد 1 لازم بتساوي 3، كام زائد 1 بيساوي 3؟ يبقى أكيد ن بتساوي 2، يبقى أنا عندي ن هنا أنا حليتها أهو على طول بتساوي 2. خلاص تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان المقدار الجبري 2 س ص تربيع عين اس 3، خلي بالك ده درجته 1 صح، يبقى 1 و2 و3 يبقى درجه الحد الاول ال 6، ودي برضو يا باشمهندس دي 2 ودي كان عليها 1، 2 زائد 1 يبقى 3 زائد ن. بيقول لي الحد ده زائد الحد ده من الدرجه السادسه حيث ن عدد طبيعي، فإن نون تنتمي لإيه؟ خلي بالك بقى من السؤال ده، أنت بتقول لي إن هو من الدرجة السادسة صح؟ طب ما أنا طلعت إن الحد ده من الدرجة السادسة، يبقى نون دي هنفع أحطها بأي رقم، بس أهم حاجة لما أجمعها مع التلاتة ما تعديش ستة، يعني ممكن أحط النون بصفر لأن 3 زائد 0 يبقى 3، يفضل درجة الحد 6، وممكن أحط نون بواحد لأن 1 و3 4، ممكن أحطها باتنين لأن 2 و3 5، وممكن أحطها بتلاتة لأن 3 ب 3 6. طب هل ينفع احطها ب 4؟ ده بقت 3 زائد 4 7، اصبح المقدار ده من الدرجه السابعه. طب انت قلت لي هنا ان هو لازم يبقى من السته، يبقى انا اخري 3، يبقى انا ممكن 0 ممكن 1 2 1 ممكن 2 ممكن 3.
خلاص يا باشمهندس، بكده يبقى خلصنا حل التمارين دي بالكامل، درس سهل وبسيط. والدرس الجاي اللي هي الحدود والمقادير المتشابهه برضو درس سهل جدا، هحل لك برضو تمارينه باذن الله في اقرب وقت. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. لو انت استفدت مني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله. كان معك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا.